النقاط الأساسية التي تشكل أولويات السياسة الخارجية العراقية في الراهن من عمر الحكومة العراقية بما يتصل بالبرنامج الحكومي العراقي لعام 2018-2022. وفي إطار ذلك جاء في البرنامج الحكومي إعطاء الأولوية العالية للعلاقات الإقليمية والدولية على أساس من الصداقة بين دول الجوار والامتناع عن سياسة المحاور، في سياق آخر تعزيز الصداقة مع المجتمع الدولي والتأكيد على عدم السماح بأي تدخل خارجي في شؤون العراق واحترام كافة مواثيقنا الثنائية والجماعية إقليميا ودوليا واستثمار الموقع الذي يتمتع به العراق فكريا ودينيا وثقافيا. من هذه الرؤية كانت قيادة وزارة الخارجية العراقية تنطلق بخطى ثابتة في أن تصوغ خطاب الدبلوماسية العراقية في الراهن العراقي في مرحلة ما بعد داعش، وهي مرحلة الانتصارات والحفاظ على المكتسبات التي يتمتع فيها العراق حالياً.